بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. أعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها هي الشعب التركي الشقيق بانتخابه رئيسا للجمهورية التركية لولاية رئاسية جديدة، متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة القادمة لتحقيق طموحات وتطلعات شعب الجمهورية التركية الشقيق في تحقيق المزيد من التقدم والنماء. أشاد سموه في هذه المناسبة بالعلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية التركية، ومؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية هذه العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطويرها في إطار التعاون المشترك الذي يجمعهما في مختلف الأصعدة والمجالات تحقيقا لمصالحهما المتبادلة.